رولا حنشاهد مشهد مع بعض نتابعه وبعدين نعلق عليه، شو رايك؟ انا بحس حالي انه احلى وحده بالدنيا، وكلهم بيقلدوني وكلهم بيحبوا يكونوا مثل حيفا حيفا حيفا. ما جبتوها هيك. هذا برنامج كان يعرض على قناة أبو ظبي. في ظل خلافات محاكم، هو اللي صار هيك عن هيدا قبل. أوكي. هون بروجرام أصروا إني قلد حدا، البروجرام لازم قلد حدا، وكان مفروض ما بدي قلد، وصار في من نوع التحدي إنه لا بدك تقلدي لازم تقلد، فقلدت إنه بس مشان ما يفكر شيء. لا اكيد، لا اكيد، هو هذا مشهد من كان في برنامج كان يعرض على قناه ابو ظبي، عدد كثير من المشاهدين شاهدوا وتابعوا. ولكن لا، ما تخافي تفهمي غلط. انا ما عندي مشكله، ليه اللي بدي افهم غلط؟ في ظل محاكم وقضايا وخلاف، هو البرنامج هذا المشهد ليش تحديدا هذا المشهد ما راح يستفز هيفا وهبي؟ ليه تقليد؟ في اجوا ناس يمكن قلدوني، ومثل ما في ناس قلدوا صباح، ومثل اذا قلتي ما تضايقي. انا بتقلد كثير، وين المشكله؟ الواحد لازم يكون متصالح مع حاله، لازم ياخذ الاشياء كول، ما يعطيها اكثر ما هي. وبعدين انا قلت لهم حق عليهم اذا صار في محاكم، حق عليهم. صح قلتيها في البرنامج، صحيح.